السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رب تكونوا دايما بخير. مواكيد الصلاة في مصر، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، 23 ربيع الثاني 1445 من قناتي أنا وحياتي. أقدم لكم مواكيد الصلاة على القاهرة بإذن الله تعالى فضلا وليس أمر. أتمنى دعمكم لقناتي باشتراك ولايك. مواكيد الصلاة على القاهرة اليوم الثلاثاء، يؤذن الفجر في الرابعة 44 دقيقة، الشروق في السادسة 10 دقائق، ويؤذن الظهر بإذن الله تعالى على مدينة القاهرة في 11:40 دقيقة، العصر بحول الله وقوته في 8:48 دقيقة، المغرب في 15 دقائق، وتؤذن العشاء بحول الله وقوته في 6:27 دقيقة. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ومددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. السلام عليكم ورحمة الله، دمتم في أمان الله ورعايته.